السلام، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام مهندس حامد محمد مشعل، المهندس اللي كنت محتجز في جدة في السعودية يعني، وكان في يوم 29/8 اللي هو كان 29 رمضان برضو يعني، واستوقفونا هم في المطار بدون أي يعني داعي يعني، وقالوا اسمك والجواز وانت ما فيش في مره دخلت البلد وطلعت من غير ما اسمك يكون على السيستم. فقلت لهم انا جوازي اصلا مختوم والجواز موجود وكده، هم خدوني على احنا النهارده بس بنبارك لك الاول. الله يبارك فيك، الحمد لله. يعني انا بس في البدايه احب اشكر طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول، ثم كل الناس اللي اهتمت بامري وكل الناس اللي ساعدت الموضوع. وفعلا هو ربنا سبحانه وتعالى جعل مساله الافراج عني فضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بتحرك الناس على الناس اللي في تويتر، كل اصحاب اللي في تويتر، كل اهلي، كل قرايبي، كل الاخوه اللي راحوا وقفوا قدام السفاره، كل الناس اللي اهتمت بيا وانفعلت عشاني وتحركت عشاني واتصلت. وفعلا ده كان واضح جدا في الافراج عني في السعوديه، ان هم كان في ضغط شعبي، وده يعني انا بشكرهم كلهم. وطبعا بشكر اللي هو محمد رفعت مساعد وزير الداخليه، لانه اتحرك بصفه شخصيه اعتقد، ويعني وقف مع اهلي كتير جدا. اما بالنسبه لامن الدوله او لوزاره الخارجيه، فيعني امن الدوله سيء جدا، هو السبب في ده، سيء. دول مجموعه كلاب اصلا، وهم السبب في 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 اللي حصل، وهو السبب في السعوديه توقفني. السعوديه ما عندهاش خطا، السعوديه اسم مدرج عندها واسم امن الدوله اللي مديهولها، وبعد كده السعوديه لما عرفت انها غلط طلعونا وعوضونا. انما كلاب امن الدوله، الاوساخ اللي لازم هيضربوا بالجزمه، يعني هيضربوا بالجزمه، وهنقضيهم هنقضيهم وهندخلهم السجن من حبيب العدلي لخلافه. لازم دول، لازم كلاب امن الدوله اللي كانوا ماسكين اللي افتروا دول، لابد ان احنا شاء ام ابوا هنقضيهم وهنتابعهم يوم ورا يوم الى ما شاء الله لحد ما نموت، مش هنسيبهم. نبارك لك وعرسك غدا ان شاء الله. ان شاء الله الفرح بك باذن الله، ان شاء الله باذن الله. واسال سبحانه وتعالى ان الناس كلها يعني، انا والله بشكرهم جدا 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 جدا. واما بالنسبه للشيء الاهم من ده كله، انا طلعت الحمد لله وخرجت، انما اخواننا اللي هم معتقلين في السعوديه دول لابد من ان احنا مش هنسيبهم. وانا يعني وانا بتكلم هنا بقول ان السعوديه عاملتني كويس، السعوديه عاملوني كويس جدا جدا جدا، ودي كلمه حق لازم اقولها، مش حد عاملني وحش خالص، لا في كلمه ولا في اي شكل صراحه. ده اللي حصل معايا، وبناشد برضو الناس، السلطات في السعوديه سواء كان الملك او ولي العهد او الامير نايف او الامير محمد بن نايف، يعني بقول فعلا انتوا عملتونا كويس. بس برضو مهم جدا ان انتوا عملتونا كويس واكرمتونا، ولما حصل في خطا يعني عوضتونا. بس مهم جدا اخواننا اللي هم موجودين في السجون السعوديه، المعتقلين اللي بدون ادانه، ده مهم جدا، لابد ان هم يخرجوا، احنا مش هنسيبهم. القضيه دي ما عادش قضيه بسيطه، ومش هنسيبها ومش هنكل عنها، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا فيها. ولازم كل الناس تدعمنا في ان احنا نفرج عنهم يعني ان شاء الله باذن الله، لان ما فيش سعودي معتقل في مصر، ولا سعودي اعتقل في مصر. المفروض السعوديه بتطبق الشريعه، هل في تطبيق الشريعه في حاجه اسمها اعتقال؟ ما فيش في تطبيق الشريعه اسمها حاجه اسمها اعتقال. المعتقل ده انسان لم يدين ولم تثبت عليه تهمه، وانما السلطات متضايقه منه. فلو ان السعوديه بتطبق الشريعه، فالمفروض انها ما فيش في الشريعه اعتقال. السعوديه لو انها زي ما عاملتني واكرمتني، وانا بعترف بده، والناس يعني اي نعم اخطاوا في توقيفي لانهم ما لهمش حق يوقفوني، بس لما تبين لهم الامر افرجوا عني ووصلوني لحد المطار وركبوني الطياره وعاملوني باحسن معامله، فانا بناشدهم سواء كان الملك او الولي العهد او الامير نايف او الامير محمد بن نايف، ان هم يخرجوا اخواننا اللي هم معتقلين هناك باي ذنب وباي تهمه، ولو ان حتى عليهم تهمه يجوا يتحاكموا في مصر، لان احنا ما نقبلش ان سعودي لا يعتقل في مصر ولا يتهم في مصر ولا يحاكم في مصر، احنا ما نقبلش ده، لان احنا في الاول مسلمين زي بعض، عرب زي بعض، اخوه زي بعض، ومش المفروض اي مشكله كانت صغيره او كبيره تعمل مشكله بين مسلمين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول المسلم اخو المسلم، ومثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. فما ينفعش يكونوا هم دوله هي راس الاسلام وفيها الحرمين وفيها يعني من الاماكن المقدسه، وبالعكس الدين نزل فيها، وتكون هي اللي بتعامل المسلمين ولا سيما المصريين اللي هم اكرم الناس واطيب الناس، تكون بتعاملهم بكده. بالعكس هم المفروض يكونوا احرص الناس علينا، اخوف الناس علينا،
لو حد فينا اساء المفروض هم دوله الشريعه اللي هي دوله السمح ودوله المفروض انها دوله العدل. فيعني هم لو بصوا بصه لاهلنا احنا من احنا نتعشم خير ان شاء الله ان هم يفرجوا عنهم قريبا ان شاء الله. انما برضو احنا في نفس الوقت احنا النهارده ما واقفين ووعدونا ان يوم الاحد ان شاء الله باذن الله هيفرجوا عنهم او هيكون في قرار. بس احنا حد ثلاث اربع خميس ايام الاسبوع كلها ايام الشهر كلها ايام السنه كلها احنا مش هنسيب القضيه دي ولا هنسيب اخواننا اللي هناك. الاخوان اللي هناك من 45 ل 50 اخ في سجون السعوديه بقى لهم يعني اربع وخمس سنين مش هنسيبهم ان شاء الله باذن الله. وانا في النهايه برضو عشان ما اطولش فانا بشكر كل الناس اللي وقفت معايا الاخوه على تويتر والاخوه اللي بره واهلي والناس اللي وقفت معايا وكل الناس الاعلاميين الاستاذ باسم يوسف كل الناس اللي تعاطفت معايا ويعني انفعلت معايا بشكرهم جدا 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 جدا. وبدعوهم برضو ان هم يقفوا معانا في اذا كنت انا فرد وهم وقفوا عشان يطلعوه فانا بطلب منهم ان هم يقفوا معانا كلنا علشان نطلع 45 واحد. انا كنت واحد في 45 واحد مهمين جدا وانا قعدت 10 ايام دول بقى لهم سنين فمهم جدا. السجن في الغربه صعب جدا فربنا يعيننا ان شاء الله ويقفوا معانا ونطلع اخواننا ان شاء الله. والف شكر لحضرتك يعني جزاك الله خير.